كل شلة طالع وسير بحر لي وسير كاسي معنيه وحد دري شيخ علي ورسمه أوردنتي رونا هانتي وأرين عادي عادي عاد لوجو حماده أو عادي عاد لوجو يقصيره حوي نن مسؤولة أو ميتي وحكا شاقي وحوي هذه قابة صاحب سرسرة أي ميتكي ساب لي إذا فيرا حتى هذا الكسو صارتو سالك على الأرض قال لكم بدأ يصور عريريوني مرسي هادو سندلك هاجت تجي وقال له سهل وحنا لها هاي مدحوينا شمرية سومالي لان تتكي عاد او اجمتي انا اوشق ايام بشدة ايام مسؤولية دو سارتي سكت عاد تتكي نولاي ميتي بك بحسن ويدي حلبان احمد موسى شامع وكم اذا مدن ياشا قراها وكل هذا سومالي لان وسي بي تي في كلها اللي مجالات هرجيسا وهاو شعبي سومالي لان يقود هامبا ومدة سوماليات كتعسيي كيريدا كوتيمي شيخ علي ورسم كاسيو مالنتي شلي هاد كوكل يدرك جوردن سيدوك لاح اللي بانكو وحاو كتشو وابي هذا المالنتي شلي هاد كسو يري وسيرك وسرد هوله قود عبد الله أبكر أو كدرا يي مرحوم الشيخ علي ورسم شوكر يو تي في سي بي اي عادي هاد بوب هاتسنتي هين مركا عدا كور يو شيخ دنتي الله ونحرسته إلهي وحنو قبر ينا نحرس جنينو كورابيو إلهي وحنو قبر ينا إنو جنت الفردوس أعلى كم عسومه اهلا دي قرابة دي ايو حوي يقرن كسومال لان الهي سمري ما كسيو حوي كل شلة طالع وسير بحر لي وسير كاسي بس اذا برا برشادة كو اركيي معنيه وحد دوري شيخ علي ورسامة اوردنتي رونا هانتي وارين عادي عادي عاد لوغو حماده او عادي عاد لوغو يقصيوه حوي نن مسؤولة او ميتي وحكا شاقي وحالي هاي كلي أريتا دقي لهينا وكلا حساب تمايا أنا قلنا وانو أرقنا وحنور الله وسيرك مسؤولية دي سي وهيي وقبي ما دام ميتي وحكا شيء قال يوم ميتي وحوي يوم ما أنت يري سدان يا سدان وها شغالة وينو قرانا إن أيوة حوي علم دي وويني ده جيجا صومالي ده ي عالم الإسلام بعام ك عام عام ك كاهيد وحوي شيخي دول قرانا إنه كنا والله هاي وحوي دين تيا برشاد القرآن sida tooska u soo gaarsiiyay halgan badanna uu soo galay siduu u gaarsiin lahaa waxa weeye shii culimada fara ku tiriska ah ee geeyga Soomaalida midhihii ay soo saareen ay caalamka waxa weeye meel kasta ba gaareen maantana culimada fara badan fara badan fara badan ayaynu haysanay geeyga Soomaalida joogta boqolkiiba 90 buu soo saara waxaynu kala ogeyn waqti waqtiyada ka mid ah in ururada argagixisadu ay isaga iyo dhowr shiiqo kale dilto dil ku xukumeen waa la ilaalin jiray maanta uu inaga hooseeyaa wuxuu yidhi adigaaba saaxiib sarsare ayaa meedkii saab leeyda feera haddaad hadal ka soo saarto salka loo dhiga ee laguma dayo suran ciriiryoone marse hadduu sindale kaaga tagay waa loo sahl waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dadkii aad u igmatay inay u shaqeeyaan bulshada ee mas-uuliyadda u saartay iska daa dadkii noolaa ee meedkii ba ka baxsan weydii sidoo kale xildhibaan axmed muuse waxa uu ka hadlay mudaharaado ka dhacay maalintii shalay ahayd magaalada caynab ee xarunta gobolka saraar kuwaas oo dadka deegaankaasi ay kaga soo horjeedeen xukun ka soo baxay maxkamadda ciidamada ee Soomaaliland xildhibaanku waxa uu baaqis barkan u diray taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland muuse biixi cabdi halkan waxaan kaga hadlayaa dhawito toddobaadkii hore askar gaadhi la dhacay oo dhimatay oo midkoodii in badan talaagad ku jiray waa laas لكن حكم باكر دعي حكم كاسي حكم عدالة درا أيوه موقدة إن أسكري جي ترول كها وحوي يهول قلك عيدا كل دقاقي يهول قلك عيدا كل شيء إن لا يلا هذا أسكرتي دي متي يقوى دعوة يقاري جبر بركي سيبه هذا جاي سقبة تاسينا من معقولة معها سبب تو أو حين نوجن هاي أسكري جو مشهر قاطه وحين نكلوجن هاي لبا قطب ناس وافق بمايا لبا قضب إن الله سعنسي عيد حكم كريتي إن لبا قضب سعنسي صو أي لو بهي هاو القلبو كتشري يشتل كي قدر كي يكون كل عاي سقع قبوي وحي لك سو قاعدي لبا لاس يصافق مايا تد كي مك تطبات كي أنا صرنا إلا شلة ولا من دهرادي كهد لي أرنتا وحوي أسكاري كا حكم كا أرحن درهدا يكون عاي سقع فرس النضوض بالو حكومي لبا دي أسكاري دين تيادا سوق بالليدي كوبي طبعا دعوة عادا سوق بالليدي gaarigi ciidanka uu waday ee uu ku qoraa burburkiisa ay soo qabaleen arintaas waa cadaalad darro aad badan ba ka muuqata bulshadu aad bay uga hadashay imika dadka mudaharaadii
waxaan anigu hadii aan wuxuu yiri nin dhowdaan la yiraahdaa gabay u lahaayo garnaqsi la yiraa waxa ku jirtay bulshada hadalkeeda ka soo baxayay markaan u fiirsaday waxaan ku cabirayaa tixdaa duucyo ka mid ah macnii dadka hadalkooda wuxuu dhigan yahay garnaqsanay guddoonkiina waa nin iyo gaarkii iyo gadaafada haddaad odhan lahayd laydinma gaadhsiinin ninka gebiga nagu soo dushow soo ku garan mayno inankii askariga ahaa ee qarankan u shaqaynayay ee isagana intaas xukunka intaa leegu ku dhacay waxa weeye aadka iyo aadka u culus isla gabayga tudcu ka mid ah ayuunbaa soo qaadanayaa wuxuu yidhi maskii good ahaa iyo ninkii loo garqaadayay guurtida markii loo wicay talada loo guulay cid guugaandha xaajada markii goobtii laga waayey waxay gocatay oo eersato gebegebe u diiday maasaartu xididka ay gashay iyo gabanka ay aaseen waxaan odhan lahaa war dadkaasu iskama qaylin xukuumadda madaxweynaha wasiirka arrimaha gudaha taliyaha ciidanka dhammaantoodba waxaan ugu baaqayaa war dadkaasu iskama qaylin cadaalad darray leeyihiin way nagu dhacday oo inankaa waxay leeyihin cadaalad darraa ku dhacday oo aniga waxay leeyihin cadaalad darraa nagu dhacday hoosa loo eego arrinta meesha ka dhacday ma aha wax yaroo la sahashan karo waxaaba dhici karta in iminka dee askari gaari kaxeeyaba la waayo siyaasadda dalka ka jirta iyo jahwareerka siyaasadeed iyo isqabqabsigan wuxuu macnihii lagu ilaaway baan odhan karaa xuquuqdii muwaadiniinta in laga hadlo oo hoos loo eego war bal xuquuqda muwaadiniintana hoosa loo eegaan odhan lahaa sababtoo ah arrintaasu aad bay u culus tahay dadkaasu bilaashuma ay qaylin waa muwaadiniin dalkan xuquuq ku leh askariga laftiisuna waa muwaadin xuquuq ku leh kuwii dhintay laftooda waxa weeye allaha u naxariistay waa kuwa xuquuq ku leh dalkan kuwa dhaawacay xuquuq bay dalkan ku leeyihin waar xaqooda in laas waafajiya waa lagaba maarmaan ma aha inaynu waxa weeye indhaha ka qarsanno xaaladaha taagan xildhibaan darawalka gaadhiga ee askariga ahaa ciidanka kaxeeyey markii uu howlgalka qabanayay ma amar taliyaha ka sareeya siiyibu ku dhaqaaqay mise gaadhiga isaga iskii u kaxaystay oo dee howlgalka isaga u baxay bal dadka bulshada bal u faahfaahay mee askarigaasu howlgal buu ku dhaqaaqay ciidankana amar baa lagu saaray tababar bay u diyaar garoobayeen garoonkii ay ku tababaranayeenna 18 may ugu dabaaldegayeen ayaa u dhaqaaqay intuu ku sii socday buu dhacay amar buu ku dhaqaaqay amar buu ku tegay meesha amar buu gaadhiga ku istaaray amar buu waxa weeye qadar ilaahayna uu yimi waa labada qodobaan leeyahay inay iswaafaqaan baa loo baahan yahay howlgal buu ku jireen oo amar bay ku dhaqaaqeen iyo qadarkii meesha ka dhacay waxay isu qabaa askarigii labadaasaan isqabanay ee labada ha la iswaafajiyo oo ha la iscunsiiyo oo waxa weeye ha noqdaan askarigu ama ha noqdo nin iska dhaqaaqay oo gaadhiga waxa weeye ama la baxsaday ama gurigiisii la aaday ama waxa weeye xaafadahoodii la qabtay dee oo amar la'aan ku dhaqaaqay taa isagaa qaba wixii ka yimaada askari amar ku baxay oo howlgal ku dhaqaaqay oo amar la siiyo amar ku dhaqaaqay qadarkii ku yimi isagaa isu qabana iyaduna waa samji gaara laba isqabanayana maaha ee ha la iscunsiiyo ayaan odhan lahaa maxkamadda iyo maxkamadda rafcaanka iyo waxa weeye xukuumadda cid kastay quseysa waa de labadaa reer la iswaafajiyo howlgal buu ku jiray iyo qadarkii meesha ka yimi isagaa isu qaba labadaasaan isqabanaya ine ha la iscunsiiyo ibraahim jokar cbi tv hargeysa